السلام عليكم ورحمة الله، معاكم آلاء محمود. والنهاردة هنعمل التورتة التانية دي. الأول نزلت لكم الفيديو اللي فات التورتة اللي لونها لبني، وريتكم ازاي خطواتها سهلة وبسيطة ومخدتش وقت، وشفتوها من جوه ازاي كان لونها تحفة. النهاردة بقى هوريكم ازاي عملت التورتة اللي لونها أصفر، برضو خطواتها سهلة قوي وبسيطة ومخدتش مني وقت. هوريكم ازاي ممكن نعمل التورته دي بعجينه السكر او نفس الديزاين او ديزاين قريب منه زي ما تحبوا. ممكن تعملوه هو هو بالكريمه من غير عجين سكر خالص، وفي الاخر هتعرفوا ان التورته دي سهله وسريعه وما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود، وممكن نعملها في البيت باقل التكاليف. يلا نبتدي في التورته اللي لونها اصفر دي. المره دي عملت الكيكه كيكه شوكولاته. الكيكه اللي فاتت كانت كيكه كريمه، الكيكه دي كيكه شوكولاته. هقطع طبعا بالكيك ليفلر اللي فوق، اخليها سطح مستوي على قد ما اقدر، وبعدين هقسمها نصين. الكيكة التانية عملتها ثلاث طبقات. الكيكة دي انا محتاجة ان هي تكون طبقتين بس، طبعا دي حاجة اختيارية، كل واحد يحب يبقى الكيكة بتاعته كام ليفل. الكريمة دي طبعا كريمة خفق تكون ساقعة. حطيت اللتر عليه نص كوباية سكر اللي هو الايسينج شوجر. الايسينج شوجر شبه قوي السكر المطحون، هو تقريبا سكر مطحون وعليه نسبة نشا بسيطة قوي. لو متاح استخدمه، مش متاح حطه سكر بودرة. فدي اسهل واخف واسرع طريقة كريمة ممكن تعملوها، وهحطلكوا برضو النسب بتاعتها في الديسكريبشن عشان لو حابين تبصوا عليها في اي وقت. حطيت الاول تحت طبقة خفيفة قوي فردتها، وبين حطيت عليها ورقة زبدة مدورة، وبين حطيت طبقة تانية وفردتها. حطيت هنا الجزء اللي هو كان فوق في التورتة الاول، وبعدين جبت المية بتاعت الكمبوت، اي نوع كمبوت عندنا اللي هو الفاكهة المعلبة، اي نوع اي نوع انتوا حابين تستخدموه خدوا الميه بتاعته. دي اسهل طريقه. وبعدين الكريمه حطيت عليها لون اصفر، لو انتهى لون اصفر المره دي. لو حابين تشوفوا الوان الكيكه التانيه كانت تحفه من جوه، الالوان الكريمه كانت جميله قوي من جوه المره اللي فاتت. هحط لكم اللينك بتاع الفيديو في اخر الفيديو ده برده. المهم هنا حطيت الكريمه كان لونها اصفر، وبعدين سويتها على قد ما اقدر. وبعدين الطبقه التانيه دي اللي هي الطبقه اللي تحت قلبتها علشان يكون السطح من فوق مستوي على قد ما اقدر، وبعدين حطيت عليها نفس المية تاني، وبعدين حطيت عليها طبقة من الكريمة. الطبقة دي محتاجة ان هي تكون خفيفة خفيفة على قد ما اقدر، هي بس تعمل يدوب طبقة خفيفة من فوق ومن الجناب تغطي التورتاية. ده لو هنعملها بعجينة السكر. هقول لكم لما يحط عجينة السكر ممكن تعملوا ايه لو عايزين تعملوها بالكريمة من غير عجينة السكر. هنا سويت اللي فوق على قد ما اقدر، وعمل نفس الكلام مع الجناب لحد ما اخلي فيه طبقة رفيعة مغطية كلها. مهما ازود في الكريمة عشان اظبط الجناب او اظبط من فوق، وانا بلفها كده اي زيادات بشيلها واحطها في العلبة تاني زي ما هي. كده خلاص حطيتها غلفتها كلها بكريمة خفيفة، شلتها في التلاجة لمدة 24 ساعة. ودي كانت البالونة بتاعت العيد ميلاد، وكان كل العيد ميلاد ثيمد بالوشوش دي، فعشان كده اختار هو ابني الوش ده عشان اعمله النهاردة. جبت عجينة السكر وحطيت عليها لون اصفر. الدرجة الاصفر بقى بتزودوا اللون وبتقلل اللون لحد ما توصل للدرجة اللي انتوا حابينها. دي الدرجة اللي انا كنت عايزاها، فكده وصلت الدرجة اللي انا عايزاها. الكيكة كده بعد ما قعدت في التلاجة 24 ساعة. دي حاجة مهمة قوي ان احنا بعد ما نغطيها بطبقة كريمة خفيفة تخش التلاجة تبات اوفر نايت، وبعدين تطلع تاني يوم نغلفها من بره. لو هنغلفها بعجينة السكر، اول حاجة بس نثبت الترابيزة عشان ما تلفش لما نيجي نحط عليها طبقة عجينة السكر، وبحط على الرخامة ده ايسينج شوجر برضو، او حط سكر مطحون بس ما يكونش فيه حبيبات كبيرة، يكون مطحون ناعم جدا. وبعدين بفرد عليه بالنشابة عجينة السكر رفيعة. زي ما قلنا عجينة السكر كل ما تبقى رفيعة كل ما تبقى طعمها احلى في التورتة، تشكيلها بيبقى صعب. يعني التشكيل عجينة السكر التخينة بيبقى اسهل بكتير، لكن في الطعم عجينة السكر كل ما ترفع كل ما طعمها يبقى افضل على التورته. كل ما الناس هتلاقوها بتاكل عادي عجينه السكر على التورته، لكن لو تخينه قوي بتلاقوا عجينه السكر بتترمي ومحدش بياكلها. بعد ما ظبطت يعني تقريبا، مش اكيد تقريبا، الطول اللي انا محتاجاه، بحاول اقطع الباقي اللي طالع ده من عجينه السكر، وبعدين بساويه من بايدي على خفيف واقطع تاني زيادات. قطعوا الزيادات على خطوات مش مره واحده علشان ما تلاقوش انتوا قطعتوا زياده عن الطول انتوا محتاجينه. هحاول اظبطها من الجوانب ومن فوق على قد ما اقدر ان هي تكون متساويه. دي ممكن تعملوها بكده او تعملوها بايديكم لو انتوا يعني ايديكم ناشفه تعملوها بايديكم عادي. وبعدين الزيادات اللي تحت دي، لحاجه زياده قوي زي دي بشيلها بالسكينه، حاجه مش زياده قوي بزقها بيها دي، نفس التول دي من تحت
بدخلها تحت التورته، وبعدين باخد حته عجينه السكر، دي حاجه اختياري، من نفس اللون، وبحاول اعملها خط طويل علشان الفها بعجينه السكر من تحت، لو في اي ديفو او اي حته مش مظبوطه دي بتداريها. لو حد عايز يعمل نفس الكلام ده بالكريمه من غير اي عجينه سكر، ممكن تعمله كريمه نفس اللون زي اللي حشنا بيها من جوه، تعملوه هي هي وتحطه، بس بعد 24 ساعة بنحط طبقة خارجية تانية أتخن شوية من الطبقة الأولى، بنحطها بره وبنعمل نفس اللي عملناه بعجينة السكر ده بالظبط. تاني حاجة هنا عشان أعمل القلوب، عملت نفس عجينة السكر بس لونتها بلون أحمر، وجبت القطعات اللي كانت عندي دي قطعت بيها مقاس العيون اللي أنا محتاجاه للوش، يعني اختار مقاس يكون القلوب واضحة على الدايرة، ما تكونش صغيرة قوي وما تكونش كبيرة قوي، ويعني بناخد احتمال كده هو نقيس، طب المكان هنا كويس المكان هنا كويس، لحد ما نظبط المكان اللي احنا هنحط فيه خلاص القلوب دي. بنجيب بقى العجينة الابيض برضو الاول عشان نظبط كل الحاجات اللي هنلزقها على الوش قبل ما نجيب المية. الابيض ده هعمل بيه البق فمش محتاجة اغير اللون، هو هجيب ابيض وافرده برضو على ايسينج شوجر. الاول بحدد الرسمه بظهر السكينه، وبعد ما خلصت اتاكد ان الرسمه دي هي اللي عايزاها بقوم قطعاها بوش السكينه، بس ما تقطعوش على طول، الاول اعملوا الرسمه بظهر السكينه قبل ما تبداوا في القطع. كده قطعت خلاص البق، لو لقيتوا اي حته مشرشره من الجناب مش مظبوطه بنسويها بايدينا، عجينه السكر بتبقى سهل قوي نظبطها، ونقدر نعمل نفس الشكل بنفس التفاصيل برضو بالكريمه، هنجيب كريمه حمراء وكريمه ابيض ونعمل بيها الشكلين وهتبقى الدنيا بسيطه قوي. اللي معايا في الفرشة دي مية، مجرد مية ما فيش اي حاجة تانية، مية بنلزق قطع عجينة السكر على التورتة بالمية، فرشة كده وفيها مية خفيفة قوي بنحط، بس ناخد بالنا ان الحاجة مثلا اللون الاحمر ده ممكن يسيح على اللون الاصفر، فنخلي كمية بسيطة قوي. بعد ما بخلص بغطي كل التورتة بالمية بفرشة كده، وغطيها بالمية بتدي لمعة حلوة قوي. اي حد عنده تفاصيل زيادة ممكن يحطها في التورتة يحطها براحته، انا كنت عايزاها ابسط حاجة ممكنة لان ما كانش عندي وقت بصراحة، وكنت عايزاها يتبسط بيها وخلاص، ودي حاجة لينا في البيت، فكنت عاملة يعني ابسط ديزاين ممكن يتعمل على وش تورتاية. وبعدين لقيت بقى دول وانا بشتري حاجة التورتة دي عبارة عن دول سكر مطبوع عليه، فهي بسيطة قوي، ممكن برضو نعملها هي هي في البيت، ان احنا نقطع سيركل صغيرة من عجينة السكر وننشفها، وبعدين بنرسم عليها باللي هي بالاقلام اللي عملت بيها التورتة قبل كده، في اقلام رسمت بيها في التورتة اللي قبل كده في تورتة الديناصور تقريبا، بصوا عليها هتلاقوا نفس الاقلام الرفيعة. فدي حاجات ممكن تعمل في البيت، بس لو ما عندكوش وقت زي ممكن تشتروها من اي محل مستلزمات حلويات، هيوفر وقت ومجهود وخلاص. بس ولزقتها على الجناب علشان انا برضو حط عليها مية من جميع الجوانب، فبقى سهل قوي ان انا الزقها عليها. وبعد ما خلصها للمرة التانية هندخلها التلاجة تاني، ده كده بعد ما خلصتها مش محتاجة ازود فيها اي تفاصيل، او ما عنديش وقت ازود فيها تفاصيل تانية، فوقفت على كده خلاص، ما كانش عندي وقت اكمل، فكان ديزاين بسيط وسهل ما خدش مني وقت، بس في نفس الوقت عجبهم وكان طعمه حلو قوي. دخلتها التلاجة، اهم حاجة بعد ما نحط عليها مية هتلاقوا اللمعة زايدة شوية، بتحطوها في التلاجة اللمعان بتاعها بيهدى كده وبيمسك شوية في عجينة السكر. لو عاملينها بالكريمة طبعا مش هنعملها بالمية من فوق، هتكون بس طبقة الكريمة تكون تخينة عن الطبقة الاولانية اللي عملناها، وبعدين هندخلها التلاجة برضو اقل حاجة مثلا ساعتين 3 ساعات عشان العجينة عجينة السكر او الكريمة يمسكوا كويس. ودول كانوا التورتتين بتوع السنه دي، كانوا سهلين وحلوين واتبسطنا قوي بيهم. ولو عايزين تشوفوا باقي التورت بتاعت السنه اللي فاتت وباقي تورت المناسبات التانيه، هتلاقوني منزله كل التورت في بلاي ليست على قناتي على اليوتيوب، هحط لكم اللينك بتاع البلاي ليست دلوقتي عشان تشوفوها، او هتلاقوا برضو على صفحتي على الفيسبوك، هتلاقوا كل اللينكات بتاعت كل التورت اللي عملتها قبل كده، وهتشوفوا قد ايه التورت سهله وسريعه وممتعه جدا ان هي تتعمل في البيت. لو انتوا لسه عملتوش سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتي اعملوا دلوقتي، واعملوا لي فولو على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب دلوقتي. شكرا.